أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية، وذلك من طراز الـ76 اليوم خلال تحليقها فوق مقاطعة بيرغلود جنوب غربي روسيا ومقتل 65 أسيرا أوكرانيا كانوا على متنها وأفراد طاقمها. معي مباشرة من كييف الصحفي محمد البابا، أهلا ومرحبا بك محمد. ما التفاصيل المتعلقة إذن بهذا الحادث؟ يعني عند الحادية عشر صباحا بتوقيت كييف بدأت معلومات عن سقوط طائرة شحن عسكرية روسية من نوع إيل-76 فوق مقاطعة بيلغورد، أو في مقاطعة بيلغورد على بعد حوالي 76 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. وسائل الإعلام الروسية بدأت تتهم أن دفاعات جوية أوكرانية أسقطت هذه الطائرة التي كانت تقل حوالي 65 أسيرا أوكرانيا. قبل قليل، يعني قبل حوالي نصف ساعة من الآن، أندري يوسيف المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قال أنه كان أو أكد معلومات أنه كان من المفترض أن يكون هناك تبادل أسرى بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم هذا التبادل، وأن يعني أوكرانيا بدأت تحقيق لمعرفة أو لتحقيق بالمعلومات عن مقتل 65 أسير حرب أوكراني لدى روسيا بفعل سقوط هذه الطائرة. أيضا يعني وزارة الدفاع الأوكرانية تقول أنها فتحت تحقيق حول معرفة أسباب سقوط هذه الطائرة. يعني ما يتداول في وسائل الإعلام الأوكرانية نفي أوكراني حول قيام أوكرانيا بإسقاط هذه الطائرة، بينما ما يتداول عبر وسائل الإعلام الروسية وسائل التواصل الاجتماعي وحتى تصريح أحد النواب في البرلمان الروسي أو ربما رئيس البرلمان رئيس الدوما الذي اتهم أوكرانيا بإسقاط هذه الطائرة، لا بل طالب بتوجيه رسائل إلى برلمان ألمانيا والبرلمان الأوروبي لوقف مد أوكرانيا بالسلاح لأنها تتسبب بقتل المدنيين. يعني الجانب الروسي الرسمي يتحدث أو يتهم أوكرانيا صراحة بأنها هي التي أسقطت هذه الطائرة، هذا ما أفهمه محمد. نعم، يعني وسائل الإعلام الروسية وسائل التواصل الاجتماعي الروسية تتهم أوكرانيا، لا بل يعني كان هناك حديث عن يعني أن منظومات باتريوت وإيريس هي التي قامت بإسقاط هذه المنظومات. طيب. جوية غربية وصاروخ غربي قام بإسقاط هذه الطائرة، لكن الجانب الأوكراني حتى هذه اللحظة يلتزم الصمت بشكل كامل حول طبيعة إسقاط هذه الطائرة، ويتداول أنه تحقيقا من الجانب الأوكراني قد فتح بهذه الحادثة. إلى أي مدى يمكن القول محمد إن خطأ يعني استخباريا أوكرانيا هو الذي أدى إلى إسقاط هذه الطائرة إذا ما صحت طبعا الرواية الروسية الرسمية؟ اولا يعني منطقة خاركوف هي منطقة معدومة الدفاعات الجوية الأوكرانية، يعني منظومة باتريوت هي لا تتواجد في مناطق بالقرب من الحدود الروسية او حتى منظومات دفاعية تقليدية أوكرانية، خاصة ان الطائرة سقطت على بعد 60 او 70 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، وان يعني لنفترض ان هناك دفاعات جوية هي على بعد ما يقل يعني أو أكثر من 100 إلى 150 كيلومتر عن الحدود مع روسيا. منطقة خاركوف تتعرض لضرب ضربات صاروخية بشكل يومي، يعني حتى قبل قليل أعلن عن يعني ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الأمس على خاركوف إلى 10 قتلى وأكثر من 40 جريحا، ما يعني أنه لا يمكن لدفاعات جوية متواجدة في مقاطعة خاركوف إسقاط طائرة على بعد 60 كيلومتر من الحدود الروسية. ولكن ننتظر التحقيقات، ربما يعني يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون هناك استهداف لهذه الطائرة. بعض وسائل الإعلام الأوكرانية تتحدث أن هذه الطائرة كانت تحمل صواريخ من نوع S-300 وS-400، ولكن هذه مجرد معلومات تطرح للرد على الدعاية الروسية أو على المعلومات الروسية، معلومات ومعلومات مضادة. ننتظر يعني الساعات القليلة المقبلة لمعرفة كيفية ومعلومات دقيقة وتحقيق دقيق حول هذه الحادثة.